النهارده مصر بتحتفل بعيد دخول العائله المقدسه ارض مصر، وهتقيم الكنائس قداسات واحتفالات مع تقديم محاكاه لموكب العائله المقدسه، ده بالاضافه كمان لعدد من الترانيم الروحيه. ودي مناسبه دينيه تاريخيه مهمه جدا، من شانها طبعا دعم السياحه الدينيه في مصر. تعالوا مع حضراتكم نعرف كده تفاصيل اكتر عن هذا الحدث المهم، اهميته للسياحه، ازاي بيعظم من السياحه الدينيه، مع ضيفنا دكتور حسام هزاع. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، انا وسهلا بحضرتك. انا عضو الاتحاد المصري للورع في السياحه. شرفنا بحضرتك. حدث ديني مهم، عيد دخول العائله المقدسه الى ارض مصر، شايف الحدث ده اهميته الدينيه والتاريخيه والسياحيه ازاي؟ هو حدث هام جدا جدا بالنسبه للمسيحيين في العالم كمان، وكنوع من السياحه الدينيه، وخاصه لما قدمت السيده مريم وسيدنا عيسى ويوسف النجار إلى مصر هربا من الاضطهاد الديني من هيرودوس الحاكم اللي كان بيقتل كل الأطفال. فدخلوا مصر من الفرما من عند رفح، وبعدين مرورا بكذا موقع، حوالي 25 موقع طبعا، ووصلوا لتل بسطة والمعادي، ووصلوا لغاية السعيد دير المحرق وجبل الطير هناك. وكان في في نفس الوقت مسافه 3500 كيلو متر ذهابا وايابا، وطبعا كانوا هنا في مصر القديمه في مواقع زي كنيسه ابي سرجة الى اخره. وده له اهميه سياحيه كبيره جدا، خاصه بعد ما اجاز البابا الفاتيكان 2017 رحله الحج داخل مصر، وكان في زياره برضه الى مصر. فالمواقع السياحيه دي كلها الدوله بتقوم حاليا ووضعت خطه باستعدادات وعمل بنيه معينه ليها، بحيث يتم الزياره في الاول في 5 مواقع، وفي نفس الوقت هتنمي المجتمعات اللي موجوده في هذه المناطق وهذه الاديره وهذه الكنائس، بالاضافه الى انها هتنشط عمل مزارات سياحيه اخرى، بالاضافه الى المطاعم، بالاضافه الى ايجاد فرص عمل. فده بيطفي الضوء على مصر بشكل كبير، وفي نفس الوقت التسويق الى هذا النوع من السياحه الدينيه هيزود ايرادات السياحه بشكل كبير، وبالذات السياحه الدينيه. في مستويات معينه من الثلاث نجوم للخمس نجوم المتوسط انفاق السائح نفسه. صحيح. فده يعني كتراث ديني ثقافي، وخاصه ان رحله العائله المقدسه استقروا في مصر لمده 3 سنوات ونص، فده فترة طويلة جدا، وكل مكان بيحكي طبيعة معينة عن وجودهم فيها، وازاي هم استقروا في المنطقة، مثلا في مصر القديمة برضو إلى آخره، أو في الأديرة أو في وادي نطرون. فكل ده بيبقى له تراث معين وبيهتم بيه العالم كله، وعلى أساسه بيتم تسويق رحلة الحج السياحي، فطبيعي إنها هتزيد من موارد السياحه بشكل كبير. بكل تاكيد. لان في طبعا احنا نتمنى ان يجي لنا مثلا 1% من مسيحي العالم. صحيح. لزياره مصر وزياره هذه المناطق، ودي نسبه كبيره جدا لو جت. فطبيعي ان تطوير المناطق دي والجذب السياحي ليها والتسويق في كافه المعارض السياحيه الدوليه اللي احنا بنروحها بيؤدي الى زياده قبول الاعداد السياحيه الى مصر. طب يا فندم، لو حضرتك تعرفنا المدن والمناطق اللي دخلت مسار رحله العائله المقدسه. لا، دول 25 موقع كتير قوي، ما هو ما انا بقول حاجه، جم من رفح وبعدين دخلوا الفرما وبعدين تل بسطة، وبعدين لو جينا في القاهره دخلوا عند هليوبوليس اللي هي يعني المطريه، وبعدين في عند كنيسه المعادي، وبعدين راحوا الى وادي النطرون في اديره وفي مناطق، وبعدين راحوا السعيد ودير المحرق، يعني كتير. يعني ال 25، اتفضل يا فندم، في موقع؟ بقول لحضرتك 25 موقع تواجدوا فيها خلال ال3 سنوات ونص خلال وجودهم في مصر. يعني ال 25 موقع دول يا فندم تم تجهيزهم
استعدادا لا ما تمش تجهيزهم كلهم. هو اللي حاليا اللي مسموح بزيارته 5 مواقع هم اللي تم تجهيزهم، بس ال 25 موقع كاملا لا. طب طب عايز اسال حضرتك، ازاي نضع كده المعالم والاماكن دي على خريطه السياحه العالميه، فكره الترويج والتسويق في المعارض السياحيه الدوليه في العالم؟ لانه زي ما حضرتك قلت، لو احنا استهدفنا فقط 1% من مسيحي العالم فدي ثروه كبيره جدا، ويعني تعزيز للسياحه الدينيه في مصر. هو بيتم بالفعل حاليا التسويق مثلا للخمس مناطق في السياحه الدينيه بالنسبة للأجانب عن المناطق اللي ممكن يزوروها، ومن ضمنها مثلا في المعادي أو في مصر القديمة أو في المصرية. الكنائس والمواقع دي بيتم ليها التسويق بشكل كبير في المعارض الدولية كبرنامج سياحي متخصص، ولكن يجب الذهاب في هذه المعارض إلى الجهات المتخصصة أو المراكز المسيحية في العالم اللي بتقوم بعمل رحلات الحج. وده طبعا مش كل الشركات بتشتغل في هذا المجال، في شركات معينه بتشتغل في السياحه الدينيه اللي بترتبط برحله الحج الداخليه. ما هو في برضه رحلات بتبقى بين مصر والقدس والاردن، في رحلات اخرى زي الهولي لاند دي بتبقى الناحيه الاخرى برضه، بس هي متوقفه حاليا عشان ظروف الحرب يعني. ولكن في كافه المعارض الدوليه احنا عندنا كورسات دوليه كثيره زي اي تي بي في برلين او الورد ترافل ماركت في لندن او الفتور في اسبانيا او في الكورسات العربيه زي في دبي لسه كانت قريب في شهر 5 الماضي. كل ده بيتم التسويق، بس دولت متخصصين. يعني بمعنى ايه؟ بتبقى رحلات متخصصه مش زي رحلات الكوميرشال التجاريه اللي هي زياره مثلا الاماكن الاثريه العاديه والمعابد بالاضافه الى مثلا السياحه الشاطئيه. فهو بيتم بالفعل التسويق لهذا النوع من الرحلات، ولكن الاقبال عليه بيبقى مخصص للناس اللي بتحب تقوم بالحج داخل مصر. جميل. ومسار رحله العائله المقدسه كتراث ديني بالنسبه لهم يعني. دكتور حسام هزاع الخبير السياحي، بنشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك.